معالي رئيس الجامعة يستقبل نائب رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي. جامعة الملك سعود تحصل على شهادة الاعتماد المؤسسي لأمن المعلومات. وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية يرعى اختتام بطولة وطني 91. أعزائي أينما كنتم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. من جامعة الملك سعود نحييكم ونقدم لكم تفاصيل أبرز الأحداث والفعاليات التي شهدتها الجامعة خلال أسبوع. استقبل معالي رئيس جامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور بدران العمر نائب رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة العربية السعودية السيد إياب أورا، وتم خلال اللقاء مناقشة تفعيل العمل الأكاديمي بين الجامعة والاتحاد الأوروبي. برعاية وتشريف أمير منطقة الرياض بالنيابة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، وقعت جامعة الملك سعود ممثلة بكلية التربية مذكرة شراكة مجتمعية مع إدارة التعليم بالرياض، وتهدف المذكرة إلى البحث والتطوير التربوي وعقد الملتقيات العلمية وتبادل الخبرات الميدانية وإقامة المشاريع البحثية. حصلت جامعة الملك سعود ممثلة بعمادة التعاملات الإلكترونية والاتصالات على شهادة الاعتماد المؤسسي لأمن المعلومات طبقاً للمواصفات القياسية ISO 27001، ويؤكد حصول العمادة على هذه الشهادة التزامها بتطبيق أعلى المعايير والتطوير المستمر للسياسات والإجراءات التقنية بما يضمن سلامة بيانات الجامعة وأصولها. ويعد نظام إدارة أمن المعلومات ISO 27001 من أبرز المعايير العالمية المعتمدة في إدارة أمن المعلومات ووضع الأطر التي تتحكم في سلامة البيانات وحماية الأصول التقنية. اختتمت الإدارة العامة للشؤون الرياضية بطولة وطني 91 لكرة قدم الصالات، وذلك بحضور وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الأستاذ الدكتور محمد النمي. وجاءت هذه الفعالية ضمن الفعاليات التي أقامتها الجامعة بمناسبة اليوم الوطني السعودي 91، وفي صالة القبة الهوائية حيث أقيمت مباريات الدور نصف النهائي والنهائي للبطولة، وقام سعادته بتتويج الفريق الفائز بالبطولة. حققت 8 مجلات صادرة باللغة العربية من مجلات جامعة الملك سعود معايير اعتماد معامل أرسف الممثل لعدة جهات مثل مكتب اليونسكو ولجنة الأمم المتحدة لغرب آسيا الإسكوا وغيرها من الجهات المعتمدة. وحصلت كل من مجلة علوم الرياضة والتربية البدنية ومجلة العمارة والتخطيط ومجلة العلوم التربوية على تصنيف الفئة الأولى Q1، بينما حصلت مجلة الحقوق والعلوم السياسية ومجلة الدراسات الإسلامية والمجلة السعودية للتربية الخاصة ومجلة الآداب والمجلة العربية لنظم المعلومات الجغرافية على تصنيف الفئة الثانية Q2. حصل لاعب منتخب جامعة الملك سعود للتيكواندو الطالب فيصل العلي على المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية للتيكواندو في دورتها 12، والتي استضافتها جامعة الملك عبد العزيز بجدة. إلى هنا أعزائي، وصلنا وإياكم إلى ختام هذا التقرير. حتى نلقاكم الأسبوع المقبل، لكم التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.